عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل الكانتي ديال اليوم الجمعة مساء في التيران ديال كابورغ. رينيو إن الكاتريام كورس غران بري دو لا فيل دو كابورغ تكون في الكورس بي أتلي أوروبيان 49 غدا تكون 49 الساعة دي المسافة غتكون 2750 ويكون فيها 15 ديال الخيول المشاركة والصابر وكورد أدروا يعني غادي نديرو على اليمين والكابورغ معروف علو تيران كورد أدروا فيليسيتا ديكوفر واحد العودة اللي جرات لنا الجمعة اللي دازت تظن مع وكان دارت لنا 5 أيام من مور وقيلة حوش يحوش تنظن وقيلة موني كينغ اللي كان دار تروازيام كانت الكورسة كانت جات فافورية حوش هو اللي كان ربح لنا ديك لاكورس مع فرانسوا لاكوديك فالكوم دورفيل واحد العود ديال ايمانويل فاغان ويركب عليه لويس بودرون من بين الخيول اللي غتكون اجي هونغر ديال 9 سنوات هذا واحد العود راه الا ما دار شي خطا غيكون فركاتي هاد العود الى حيت هو عود نقدروا نحسبوه ضعيف نوعا ما ولكن بالاخص درواتي تيدير اخطاء بالجمله ودابا غيرجع الديفيراج ديال كاتربي من بعد كان دار لينا الديفيراج ديال كاتربي دو بوي لونطون هادي فكان كان ديسكاليفا فكان وكان دار زيرو فكان وكان من بين الخيول اللي كانوا دابا حاليا في المواريش وكان مشى لي فرانس ولا كوديك 118 هاديك جيما قالا كونتي هنا كاتيجوري اللي كانت نوعا ما غادي ما نكتروش على هاد العود لان هاد العود نقدر نحطوه مور اكس يعني نقدروا نحطوه مور اكس الانستينكت دايم جابرييل جولورميني إيريك يانسن بوندو من بين خيول مرشحة ومن بين خيول الصغيرة في العمر هذا واحد العود اللي هو أصله غيقدر يكون إيترونجي هذا وولد بولد إيغل دار لنا ميلانو مودينا وروما في أول بدايات ديالو ويدخل لنا الفانسن في 2020 فرنسا من مورا دار لنا الدرواتي لأول مرة في حياته في أميان دوزيام في واحد الكاتيجوري اللي نوعا ما ضعيفة من مورا ودي لنا لاغوش درواتي في الكان 80,000 أورو كاتريام يحسب له ألف حساب كان سيزيام في 35 ويدي لنا في الشولي تروازيام في 38 وعندو كذلك الكابورغ في 45,000 أورو كان فقط مديفيري واحد رجيلة دير فيرال بلاكية وكان دار تروازيام وكان جالينا في نفس الكاتيجوري يانسن بوندو في الكورس آ وكان كانوا جراو لي سانكو غريك دو سيلوند انفيكتيس ماديبا وتخيلوا هو كان ربح لينا الانفيكتيس ماديبا ان ماروزا وان بليا ان واحد الكاتيجوري ديال ايدايو دو تياغ هادي واحد الكاتيجوري ديال ايدايو دو تياغ تروا سيس غتكون غدا ترواسيس هادو بجوج هما خوتي غيكونوا من اصغر الخيول مشاركة ربما يقدروا يكونوا باز لانهم اصغر الخيول في الكاتيجوري ترواسيس وغيكونوا فافوريين وغيكون المنافس ديالهم اوبليجي هو داك دوز يوان بورجوا البلوريش ديال البروميير بوطو والتالت اصغر عود هذا عود غيكون ثالث اصغر عود ديسكاليفي ويتيا بتروازيام كاتريام ويدي لنا ديسكاليفي دونك هنايا الاخوان 12 6 3 واش 12 واش 6 واش 3 واش 2 واش 3 المهم خوتي راه كاين الشكل في العقلي يعني بنادم يعرف اشنو يختار في هذوك
الا جينا نشوفو لوجيك لوجيك خصنا نقتلو ديك الطرف داك الدوز لوجيك يموت داك الدوز ونهزو ديك الترواسيس. ولكن يقدر يكون العكس، انا كنقول وكنعاود نكرر يقدر يكون العكس. فلو ماي فلاش عاود لي جاي لينا من اونغان في ديباراتو ستار مع لو فرون في دو فيرناي في ميلا ديال 9 سنوات وان فون بيغان روكيتيل اللي العود الاجي لويد ديسكاليفي في اونغان اخر كورسا اكسترا دو شاتيليت العود الاجي فالكو دو دويل بلو رابيد سيغ لو باركور والهاف سيفن والفلاي سبيد تيليسي ديال لا كورس هما والكنز. وغيدخل لينا انزو ديزار من بين الخيول اللي كتكون عندها الاختصاص ديالها. ما عرفتش علاش خلاه فرانسوا لاغوديك، فرانسوا لاغوديك نورمالمون غادي يركب لينا على واحد العود اكسترا دو شاتيلي وغادي يركب لينا خلي انزو ديزار غادي يخلي انزو ديزار وغادي يركب لينا لا اكسترا دو شاتيلي. هو دا عاود جاي لينا من الكازو وتي ولد رويال دريم دا عاود دار لينا النيوخ وكان بين خيول مرشح انذاك ودار لينا التسعينة في اورو في الاونكان في شهر 6. هذا واحد العود الاختصاص ديالو درواتي تنخليو هاد العود هو الوحيد اللي ممكن يكون كعود يطلع لينا من دوزيام بوطو. هنا كنشوفو الفافوري هو الدوز وغادي يباطي الكاتورز باساج اوبليجي غيكون 12 و5 و الدوسير 4 غتكون فيها 12 3 5 14. دونك ربما تتبان ليا انا هكاك ربما حيد غداك 12 ولعب والله العظيم هادشي اللي كيبان ليا يعني 3 5 6 14 وشي شي توكار هو اللي كيبان ليا. بالنسبة لفرانش شوفال تيرف كتقول لك عاوتاني 12 3 14 5 1 9 1 10 11 8 14 7 نون سيتي واش يجي فيه شي عود او لا. المهم انا اللي كتبان ليا واحد البريزة ديال 12 درهم هي هاديك حيد غير داك الدوز من تما ودير لها 5 14 3 6 5 14 3 6 وعاود لوجيك ديال لاكورس الا كان شي طويكير لكن ربما داك التسعود ربما داك الواحد ربما داك العشرة ربما روكي تيلي ربما الويد فيلو دو شاردي ربما فلاي ماي فلاس كاتر. المهم هي اللي كتبان ليا انا لوجيك لان كنلقى دوز ضد الكاتورز دوز ضد التروا دوز ضد السانك زعما غيجي غير دوز بوحدو ودير لهادوك الراق او لا تجي فافوري يجي الدوز والطروة والسنك والسيس والكاتورز وسالات الحفلة. ممكن تجي 12 3 5 6 14 او لا يموت هو براسه وداك العود 4-0 وطلع 3 5 6 14 ويتزاد معاهم شي طويكي ربما انا كنشوف فيها هكا ربما انا كتبان ليا هكا يعني 3 5 6 14 عاود في الاوتسايدر واش تسعود واش الواحد واش العشرة واش هذا هو اللي بان ليا الخوت والله اعلم. ولا عندكم الاخوان الدوز والكاتورز وديك راه ممكن يجي راه ممكن يجي الدوز والكاتورز والسينك والطروا والسيس بريز 12 درهم. المهم بنادم يلعب 12 درهم غيعطيه ديزورت واحد 70 درهم مزيانه المهم ما يقطعش حيت كاين واحد الشعار تيقول ما يقطعش حيت الا بغيتي تعوجها راه نورمالمون الا بغيتي تعوجها اش غتعوج فيها دوز غيجيب معاها الكحل زعما الدوز غيجيب وحدو يقتل 3 و5 و14 و6 امبوسي. حتى علاش 3 و6 هما اصغر الخيول انا كنشوف فيها 3 و6 اصغر الخيول هادو ربما خاصهم يكونوا لاك الكاتيجوري ديال ايدايو دي تياخي راك شنا ان ماروزا وشنا الامبريسيونيست ومجموعه ديال الخيول نون سيتي ديالنا 7 2 10 وفرانش شوفاتير كلشي قدامكم. هادشي اللي عطا الله خوتي درتو في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.